تشرب ايه بقى؟ طب انضف معاكي الاول. ايه ده الدرجه دي باينه مش نظيفه خالص؟ مردومه. ده برضو المكان بتاع جدك؟ لا دي شقه جد نسمه. نسمه بقى اتربيت انا وهي مع بعض هنا في الغردقه. جدها وجدي كانوا صحاب قوي. بتعيش هنا؟ هي نسمه بقى لها شهرين في مصر. اصلها بتلعب مزيكا. فلقيت فرصه كويسه في مصر مع فرقه وكده. فراحت تجرب حظها. سابت لي مفاتيح الشقه عشان اخد بالي منها واسقي جنينه وكده يعني. فكرتيش ابدا تسيبي هنا وتروحي تعيشي في القاهره؟ فكرت يعني زمان كنت عايزه اعمل كده قوي. ده كان حلمنا اصلا انا ونسمه واحنا صغيرين. كنت عايزه ادخل كليه طب. كنت عايزه ابقى دكتوره. ما فيش حاجة حصلت. يعني زي أي أحلام حلمنا بيها وما حصلتش. طيب ثانية واحدة. دور علي أي حاجة نسمعها. نسمع عندها حاجات حلوة قوي. من عهد جدها. متهيألي هسمعك حاجة على ذوقي بقى. ماشي. المستشفى معلش ممكن توطي شوية؟ ألو؟ إيه؟ إمتى وصلت؟ لا لا ما تعمليش حاجة خالص أنا جاي دلوقتي. يلا معلش أنا آسفة أنا لازم أمشي دلوقتي المستشفى لجدتي. حصل إيه؟ إيزيس جت. مين إيزيس؟ ماما في المستشفى راحت لقيته فلازم أروح دلوقتي. طيب مش مشكلة بس طمنيني. بس انت هتعمل ايه؟ انا ممكن اخدك تبقى هنا على فكرة لو ده مش هيضايقك. لا لا تمام خليك هنا. انا بس كنت عايزة. معلش الايام جاية كتير. معلش طيب لو احتجت اي حاجة كلمني وانا هرجع بسرعة. ايه يا عمريكو؟ بقالك كتير مستني يا لوزر؟ لوزر؟ على الأقل جاي بدري. عارف جبت الحجز ده ازاي؟ يلا. لا لا استنى بس استنى. في حد مستني يجي لي. حد معكش؟ مش عايز أتأخر أنا، عايز معكش بس استنى. كام عايز؟ هات 1000. اتفضل. يلا. يلا هفهمك الحوار بس تعالى. صباح صباح الفل لك يمكن حبيبي.
هذا اليوم. ايه يا مان؟ مش مكانه ده، مش مكانه. لا مش هتجرب، لو ما عجبكش ما تتعاملش معايا تاني. فرصة سعيدة يا نجم. ماشي يا نجم العالم، شكرين. سلام. يلا عمر. ايه يا انا كنتش عارف بالظبط المفروض اتصور ايه يعني، بس كنت فاهم كويس قوي ان علاقتنا وصلت طريق مسدود. اللي انا مش فاهمه ليه البس انا لوحدي في القصه دي، وليه اكون المسؤول، وبعدين هي بطلت اصلا ترد عليا وتكلمني، ومصدره لي بقى اخوها وابوها. اخوها من الاول اصلا بيكرهني، دي فرصته بقى انه ياخد اللقطه على قفا امي. يا مان انت معايا ولا رحت فين؟ ايه حكايتك؟ فرصته ياخد اللقطة على قفاك. ده انت زهقان بقى وبتفرق وكده. طيب ما طبعا حوارات الطلاق دي حاجة لا يمكن تيجي في دماغك اساسا. كل الجوازات فيها مشاكل فريدة. بعد عمر شاهين ومها الملاح، دول الجولدن كابل بتوعنا. بقول لك ايه؟ بص كده الحتة اللي هناك دي. تفتكر لو رحت اتكلمت معاها تيجي بقى ولا ايه ظروفها؟ بطل فرق كافر. ماشي يا عم المحترم. هي جايه لوحدها من غير ولا فرق ولا حاجه. ممكن اجي اقعد معاكم؟ طبعا اتفضلي. اصل اصحابي اتاخروا عليا وشكلهم حلقوني. لا عادي جدا، اعتبرينا اصحابك لغايه لما اصحابك الحقيقيين يظهروا. انا فريد ده عمر. سؤال بقى صغير يعني، افتراضا يعني ان احنا الثلاثة اتزنقنا في مركب واحدة وهتختاري واحد بس تكملي معاه الرحلة، هتختاري مين؟ ها؟ سؤال صعب الصراحة، بس اجابته سهلة. ركزي بس انت. بقول لك ايه؟ ما تيجي نرقص شويه. اوه